بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حازم مرشدي، شركة ساند فالي، النهاردة في منطقة بحر البقر، عزبة اليمن. التاريخ النهاردة 12/7/2022، في الدي عن صنف 638، انتاج شركة سان رايز. طبعا صنف شمام 638 من الاصناف اللي كانت متميزة معانا الفترة اللي فاتت. طبعا كان ميعاد زراعته 10/5/2022، النهارده كده 62 يوم الانتاج بتاعه بدا يبشر وبدا ينتج بعد 62 يوم. طبعا لو بصينا على الصنف بشكل عام، بفضل الله سبحانه وتعالى النمو الخضري بتاعه نمو خضري قوي متميز، استمراريه الانتاج والتزهير والعقد لسه شغاله. طبعا النهارده الكم الانتاج النبات بتاع شايل من 2 ل 3 ثمار على النبات الواحد. طبعا برضو الثمره الشبكيه بتاعتها عاليه جدا، اللون بتاعها جذاب، اصفر جذاب، مرغوب بالنسبه تسويقيا. طبعا بشكل عام شركه سان رايز الفتره اللي فاتت كان ليها بعض الاصناف المتميزه بالنسبه لاصناف الشمام، والحمد لله لقت اعجاب التجار والمزارعين في المنطقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى بنأمل إن شاء الله أن يكون صنف لمستقبل في منطقة قطاع بحر البقر وعلى مستوى الجمهورية إن شاء الله. مهندس أحمد عبد ربه، شركة ساند فالي. إحنا النهاردة في بحر البقر عزبة اليمن، إحنا جايين نشوف أناناس 638. إحنا قدام من إنتاج شركة رايز، إحنا قدام صنف واعد إن شاء الله بإذن الله. احنا قطعنا طبعا ثمار، نسبه السكر فيه عاليه جدا، برغم ان هنا في منطقه بحر البقر ان الميه هنا بتكبر الحجم الثمره، بس برضو في المتناول ان المستهلك بيحب الثمره بتكون من 2 ل 3 كيلو، وده كل الثمار زي ما انتم شايفين من 2 ل 3 كيلو. احنا دلوقتي المفروض هو متخزن جمع، ومع ذلك المجموع الخضري بتاع الارض كلها، لو شفنا كده عملنا كده فيو كده على كل الارض، ما فيش تقريبا التحمل العالي جدا للبياض الدقيقي والعفان الجذور، ودي ميزه برضو مش موجوده في الاصناف كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس خالد ابراهيم، شركه ساند فالي. احنا النهارده في حقل من حقول الشمام في منطقه بحر البقر، صنف الاصناف الواعده في المنطقه. احنا النهارده متخزن النهارده ما يقلش عن اسبوع تخزين ثمار على النبات، ومع ذلك النبات الحمد لله النبات كويس. الحاجه الثانيه والمهم جدا ان الثمره ما حصلهاش اي ضرب او اي نسبه طراوه في الحبايه، وده ميزه كبيره جدا. اللون طبعا لون الاصفر الزاهي اللي هو المبيع بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه ان انا عندي الردفه الموجوده سواء كان كده في هنا او في باقي الاراضي اللي احنا زرناها مشبكه او ما فيهاش ملس، ودي ميزه بالنسبه لي. تمام، زي ما انتم شايفين كده النبات يعني اخضر وجميل جدا، يعني حاجه تفرح جدا. احنا بنصور دلوقتي الساعه 12، وطبيعي القرعيات الساعه 12 بيحصلها نوع من الدبلان يعني، ومع ذلك النبات كويس جدا. بنشكر شركه سان رايز وبنشكر شركه ساند فالي، وجزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير.